سالم، يعني شيخ الازهر او الازهر مناره للاسلام ليس في مصر وحدها. هل جماعه الاخوان المسلمين ترى في نفسها مناره اسلاميه اقوى واعلى واكبر من شيخ الازهر، الذي زي ما تفضل الشيخ ياسر وقال ان شيخ الازهر ارتقى قرار معين بما له من خبرات وما له من صحيح فهم للدين الاسلامي، اليس من الاولى ان يعني ان تلتزم جماعه الاخوان المسلمين بهذا الراي وهذا القرار؟ لا للأسف، هو الجماعات الإسلامية بشكل عام، مش بس الإخوان المسلمين، جميع التيارات الإسلامية ترى في علماء الأزهر بأنهم العلماء المسيسين، علماء السلطة إلى آخره، بالذات هذه النظرة في قادتهم، شيخ الأزهر، رئيس جامعة الأزهر، وزير الأوقاف إلى آخره، هكذا كانوا يرون بشكل عام. في إن ولذلك هم كانوا حريصين تمام الحرص، أو كان نفسهم في الفترة اللي فاتت إن هم يزيحوا هذه القيادات كلها بلا استثناء ويغيروها، بحيث تصبح هذه القيادات قيادات إخوانية أو قريبة من الإخوانية، فيضمنوا بذلك ولاء المؤسسة للإخوان. إنما هم بينظروا دايما إلى العلماء الأزهر وعلماء على أنهم علماء سلطة وعلماء سياسة، فبالتالي هم محصنين ضد قراراتهم وضد فتواهم، وشايفين أن هم لا ما يصلحوش لهذه الفتوى، فلا يأخذون منهم الفتوى، هم يأخذون فتواهم من شيوخهم. ولذلك تلاقي دايما مفتي للجماعة، تلاقي شخصية زي الدكتور القرضاوي، طبعا تقديرنا ليه الكبير، ده الشخصية بالنسبة لهم اللي بتمثل الفتوى الكبرى والرأي والحكم والكلام ده كله. إنما شيخ الأزهر والكلام ده هو لعموم المسلمين قطعا، هو رمزية كبيرة جدا، لكن للتيارات الإسلامية لا يمثل شيئا.